إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. هنا من إقليم اس جي وحنا متواجدين في تراب جماعة ولاد سلمان، كنطلو مباشرة على الميناء المدني أو الميناء الجديد ديال مدينة اسفي. إذا هو ربما في المرحلة ديالو الثانية ديال التهيئة ديالو لهذا الميناء اللي تشيد باش يقدر يستجيب في الشطر الاول ديالو الاحتياجات ديال المرحله الاولى ديال المحطه الحراريه اللي كتشاهدوها معنا لهي راه هي هذيك هي المحطه الحراريه، وهذا هو الميناء فيه هذا الرصيف الاول وفيه الرصيف الثاني وربما كاين حتى الرصيف الثالث على ما اعتقد. هذاك الرصيف الاول اللي فيه تقريبا 777 مترو فهو دار على ودي الاستقبال ديال الفحم بخصوص ديال المرحله الاولى للمحطه الحراريه، المحطه الحراريه ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء. وكاين الخط الثاني اللي هو مديور المجموعه ديال الانشطه اللي غيكون فيها بما فيها المكتب الشريف فوسفات والخام ديال الميناء ديال اسفي. ميناء جد مهم وعنده دور استراتيجي جد مهم بزاف هنا بالنسبه للحركه الملاحيه هنا في المغرب، وبالخصوص هنا في اقليم اسفي ولا في مدينه اسفي، حيث غيعاون الميناء الرئيسي ديال مدينه اسفي اللي متواجد في مدينه اسفي. هذا الميناء فيه الحاجز الرئيسي ديالو الاول اللي كتشاهدوه معنا فيه تقريبا 2 كيلومتر 263 متر اللي هي 2263 متر، وكاين الحاجز الثانوي راه هو اللي ملهيه فيه 770 متر، وكاين المنشأة ديال الحماية فيها تقريبا شي 350 متر. بالنسبة في كيطرسو السفن كاين المحطة ديال الفحم فيها شي 280 متر طولي، وفيها الرصيف ديال الخدمة فيه شي 100 متر الأرض على هذا الميناء. تم تشييد ديالو على أرض تقريبا المساحة ديالها 3 ديال الهكتارات، وبالنسبه للحفر والتنقيب اللي حفروا عليه هي العمليه اللي كتشاهدوا معنا دابا حاليا في هذا في هذا في هذه الاله ديال الحفر اللي مكلفه بالحفر تقريبا راه ما حفروا ولا الاجمالي ديال المشروع غيكون حافرين واحد 135 الف متر مكعب. التكلفه ديال هذا المشروع الاستراتيجي المهم هي 3 مليار درهم و900 مليون تقريبا شي 4 مليار درهم، 4 مليار ديال الدرهم 3 مليار بالضبط و 929 مليون. اذا تقريبا نقولوا 4 ديال المليار ديال الدرهم هي التكلفه الاجماليه ديال هذا المشروع. هما ربما هما في المرحله الثانيه ديال انجاز الاشغال ديال هاد الميناء. راه كيفما كتشاهدوا معنا كاين هاد السفن هادو، هادي واقيلا كتحفر دابا، هادي كتحفر ولا كتهرس الحجر لداخل باش كتخوي وكتغرق المساحه فين يقدروا يرسوا السفن، وهادوك جوج سفن وحده راه هي خارجه وحده داخله، هادوك مكلفين باش انهم كينقلوا الاتربه. راه وحده راه هي جايه، راه هي ديك جايه وهادي خارجه تخرج هاد الحمولات اللي كتحفرهم هاد السفينه هادي ولا هاد الاله البحريه اللي كتحفر ربما الحجر كتهرس الحجر الداخلي. وهذيك البلاصه راه هي هذيك ديال الشاربون، راه مبادين باش كتنقل عبر واحد الحزام، انتم كتشاهدوا معنا حزام اللي كينقل الفحم الحجري. اذا هذا واحد من اهم المشاريع المغربيه خصوصا في الموانئ، بالاضافه لمجموعه من الموانئ اللي متواجده في طنجه، وحاليا كاين الميناء الكبير ديال الداخله حتى هو اللي يلعب دور استراتيجي جد مهم في المنطقه.
كنقول لكم دابا الاجواء تاعهم معنا، عطيناكم مجموعه ديال المعطيات باش تعرفوا، حيت مجموعه ديال الناس ما كيعرفوش هذا الميناء فين جا، ولو الساكنه ديال مدينه ايضا ما عارفينش وما مطالعينش على على هذا الميناء، ما عارفينش فين وصلوا، كي هما غالبا راه ما وصلوا المرحله الثانيه ديالو اللي فيها جوج ديال الارصفه، فيها الاول تقريبا في واحد جوج ديال الكيلومتر عكس زياد من 2000 متر، والرصيف التروي فيه شي 777 متر، كان الى وقت قريب كان كيتعتبر هذا هو ربما الاكبر من نوعه بشمال افريقيا، حيت هو متخصص في الشحن وتفريغ المعادن، هادشي علاش تعطاتو الصفه ولا الاسم وطلق عليه الاسم ديال الميناء المعدني، كيوزع وكيفرغ المعادن. هو الشطر الاول المرحله الاولى ديالو راه خدامه، هي اللي خدامه بها المحطه الحراريه في اطار التوزيع ديالو واستقبال ديال الشربون، وكان عرف وكان شهد واحد التاخر في الانجاز ديالو ربما باسباب تقنيه لا ما اعتقد في ديك المرحله، الا انه بدات فيه الخدمه وانطلقت فيه الخدمه، وتقدرت ان المحطه الحراريه تستفاد من الخدمات ديالو في ثلاثة ديال الأحصين ديال 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 الأرصفة ديال توزيع وشحن المعادن، كما قلت لكم بأن هي مجهزة بمجموعة من الرافعات والجرارات الضخمة، راه هما هما اللي كتشهدو، هما دوك الصفرين الكبار الحجم ديالهم كبير، غير حنا النقطة ديالنا بعيدة، هو من المترقب أنه أيضا أنه يخدم ولا دوز عليه تقريبا واحد 3 ديال الملايين ديال الطن سنويا ديال المعادن. وهاد الاله هادي اللي كتحفر فهي المهمه ديالها انها كتحفر باش يكون العمق البحري ديالها كبير، باش اي سفينه من النوع الكبير تقدر انها تولج بدون وقوع اي حوادث. العملية راه هي غادا، كاينة السفينة الأولى راه هي غادا كتشاهدوها معنا، والسفينة الأخرى تا هي كتولج حاليا الميناء، اللهم بارك. هادو هما الحاملات اللي كيفرغو، هما هادوك، وهادي الآلة اللي ربما مكلفة بالحفير، وهي غالبا الآلة معرفتش التسمية ديالها معرفتش سميتها، ولكن المهمة ديالها هو أنها كتحفر دابا لداخل، كتهرس وقيلا الحجر وتحيد التراب باش يقدروا يوسعوا من العمق ديال هذا الميناء. شوفوا تبارك الله قداش، شوفوا تبارك الله قداش، هذا الرصيف هذا فيه اكثر من جوج ديال الكيلومترات.